السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للوثائق اللي هنحتاجه في مباراة التعليم، خاصة بالنسبة للناس الجداد اللي مازال ما عارفينش الوثائق المطلوبة، هنا لدينا وصل الترشيح الإلكتروني له مدة محددة وهو ضروري. فيه نجد رقم الطلب، السلك المطلوب، ثانوي أو الابتدائي، التخصص، ثم المعلومات الشخصية، الاسم والنسب باللغة العربية ثم باللغة الفرنسية، تاريخ الازدياد ومكان الازدياد، رقم البطاقة الوطنية صالحة للغاية، يعني يجب على البطاقة الوطنية أن تكون غير وافية، العنوان، الحالة العائلية، رقم الهاتف، ثم البريد الإلكتروني. معلومات حول الطالب: حاصل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداهما، ثم تخصص الشهادة، تاريخ الحصول عليها والجامعة، ثم المعدل العام. في الإطار الأخير سنجد الجهة، ثم المديرية الإقليمية، السلك التعليمي، التخصص المطلوب. من بعد القوا حرر بي تاريخ في مدينة كذا، إمضاء المترشح، ثم أقوم بالإمضاء. بالنسبة للوثيقة الثانية وهي الالتزام اللي كنسحبوه من الموقع الإلكتروني، هنا نكتب الاسم والنسب بالنسبة للسيد أو للسيدة، البطاقة الوطنية يعني الرقم ديال البطاقة الوطنية، ثم المديرية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين اللي انت تابع ليها. ملي كنقراو هاد الالتزام كنلقاو هنا مدة التكوين، لدينا 8 أشهر، في بعض الحالات 7، في بعض الحالات 6، على حسب كل سنة. هنا نجد التعويض الشهري 1400 درهم. من بعد كندير إمضاء، إمضاء المعني بالأمر يعني الشخص المعني. من بعد كنخلي هاد الخانة أو لهذا الإطار للمصادقة وتصحيح الإمضاء من طرف السلطات المختصة. الوثيقة الثالثة وهي الرسالة التحفيزية، في هذه الرسالة سنكتب التاريخ في، ثم الاسم والنسب، رقم البطاقة الوطنية للتعريف، العنوان، الهاتف، ثم نكتب إلى سيد مدير الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين الجهة. الموضوع رسالة تحفيزية بخصوص مباراة دخول ضمن أطر هيئة التربية والتعليم. وبعد ذلك نكتب: يشرفني أن أقدم سيدي المدير ترشحي هذا لمباراة التعليم التي ستجرى يوم كذا وكذا، وستقوم بإضافة أشياء تحفزك على هذه المهنة. من بعد ستقول السلام ثم الإمضاء. بعد ذلك الإجازة، إجازة في الدراسات الأساسية وحتى الدراسات المهنية تهيارها مقبولة. من بعد الإجازة عدنا شهادة البكالوريا، كما كتشوفوا شهادة البكالوريا وكتلقى فيها الرقم الوطني ديالك، فوالا. وفي الأخير عندنا البطاقة الوطنية للتعريف، حتى هي كنزيدوها اليوم. بعض المرة السيرة الذاتية، بعض المرة ما كطلبوهاش، وباش نخرج هاد الوثائق على شكل PDF كناخد صورة لكل وثيقة، من بعد كنحولها للPDF. وغادي نوريكم الطريقة كيفاش غادي نحولوها للPDF عن طريق الحاسوب. ملي كناخدو ديك التصويرة كنديوها للحاسوب وكنريقلوها. أول حاجة اللي كنديروها كنفتحوها مع واحد لوجيسيال سميتو فوتوسكاب، اللي بها غادي نقادو هاد الفوتو هادي، باش غادي نحيدو بعض الشوائب اللي كيكونوا بجناب الصورة. هنا كنمشيو لديكوبي، كنقطع الصورة بشكل مقاد. من بعد كنديرو توناسيتي اوتو، كنديرو ليها انغوجيستري، كندخلوها في البيرو او في اي مكان. من بعد كنمشيو لميكروسوفت وورد، كنفتحوه، كنهزو ديك لا فوتو اللي كنا خدمنا عليها، كنهزوها وكنكوبيوها وسط اللوجيسيال ديال ميكروسوفت. من بعد كنديرو حتى شي حاجه، كنمشيو ديريكتومون، كنمشيو لهنا كنديرو انغوجيستري سو فورما بي دي اف، فوالا. قبل ما نديرو بيبليي خصنا نشوفو الدوسي اللي غيمشي فيه هاد البي دي اف، كنديرو بيبليي، صافي كتعطينا الدوكيمون ديالنا اللي هي هادي. وكنمشيو ديريكتومون، كنمشيو للملف اللي كنا حطينا فيه هاد الوثيقه هادي، فوالا دوكيمون ها هو بالاسم ديالو. من بعد كنشوفو لا طاي ديال الدوكيمون شحال فيه، كل ما كان ناقص راه مزيانه، باش ملي غنبغيو نتيليشارجيوها في السيت غتمشي ديريكتومون، ما بقاوش نلقاو ديك المشكله ديال حادثه خطا او غير ذلك. دونك هادشي اللي كاين، نتمنى انكم تكونوا خديتو شي معلومات كافيه
À la prochaine fois.